مشاهدينا الكرام، مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيام بطولة كأس الأمم الإفريقية يبدأ اليوم بمواجهتين من العيار الثقيل ضمن مواجهات دور 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. يفتتح اليوم منتخب نيجيريا والكاميرون مواجهة نارية في 6 من مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في مواجهة يملأها التحدي بين الطرفين وتشهد صراع فني كبير بين روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا وسيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، وتعقبها مباراة تتجه إليها أنظار المصريين جميعا في تمام الساعة 9 من مساء اليوم حين يواجه طموحات منتخب الوطني مع البافانا بافانا في تخطي دور 16 وأحلام الوصول إلى دور 8. والآن مشاهدين الكرام نذهب سريعا في جولة مع شبكة مراسلين، كل من الزميل أحمد المسيري من مقر إقامة منتخب المصري، وأيضا محمد غانم من مقر إقامة منتخب جنوب إفريقيا، والزميل العزيز محمد طه من أمام استاد القاهرة. هبدأ مع الزميل أحمد المسيري من مقر إقامة المنتخب المصري، ماذا لديك من جديد قبل هذه المواجهة القوية، خاصة وأن مباراة الأمس بين المغرب وبنين فتحت الأمال لكل المنتخبات في تخطي هذا الدور دور 16؟ برحب بك زميل عزيز تامر صار، وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان من هنا من مقر إقامة معسكر منتخبنا الوطني واللي بيستعد للمواجهة الصعبة أمام جنوب أفريقيا والمقرر لها في 9 من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. خلينا أقول لك سريعا يا تامر أن النهاردة أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق خضع لتدريبات علاجية في حمام السباحة وفي جيم فندق الإقامة، والدكتور محمد أبو العيلة أكد أن أحمد حسن كوكا سيكون جاهز للمشاركة خلال المرحلة القادمة إن شاء الله في حال تأهل منتخبنا الوطني على جنوب أفريقيا. أيضا تأكد سلامة محمود حمد الونش بعد إصابته في تدريب الأمس بالتواء بسيط في كاحل القدم. الدكتور محمد أبو العيلة كان حريص النهاردة أن هو يعمل إشاعة على قدم الونش وتأكد سلامته وقال أن هو جاهز للمشاركة في حالة استدعائه من قبل خفير أجير المدير الفني لمنتخبنا الوطني. أيضا النهاردة يمكن من حوالي ساعة تقريبا الكابتن أحمد ناجي انفرد في جلسة خاصة مع الحراس الثلاث أحمد ومحمد شناوي وأيضا محمد أبو جبل لتهيئة الحراس نفسيا لمواجهة جنوب أفريقيا، وأيضا شرح بعض الأخطاء وتلاشيها في هذه المواجهة والتي زي ما أنت قلت يا تامر لا تقبل القسمة على 2. الفريق سيجتمع في الأوتيل الساعة 6 مساء، جلسة ومحاضرة فنية من جانب خفير أجيري سيعلن خلالها الخطة التي سيخوض بها المباراة وأيضا التشكيل الذي سيخوض به هذا اللقاء، ومن المقرر أو من المنتظر أن يبدأ خفير أجيري المباراة بالتشكيل الذي خاض به المواجهتين الأولى مع زيمبابوي والثانية مع الكونغو. محمد شناوي في حراسة المرمى، 2 مساكين أحمد حجازي ومحمود علاء في الشمال، أيمن أشرف في اليمين، أحمد المحمدي في وسط الملعب، النني وطارق حامد وعبد الله سعيد، وفي الهجوم تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن. الفريق سيتوجه إلى استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7:45. الفريق النهاردة سيخوض المباراة بزي التقليدي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما سيرتدي الحارس محمد شناوي طاقما أسود، بينما يرتدي فريق جنوب أفريقيا القمصان الصفراء والشورت الأخضر والجوارب الصفراء، وبينما سيرتدي حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا طاقما رمادي. زميلي تامر، إذن هذا كل ما لدي، والآن إليك الكلمة، تفضل. زميلي أحمد المسيري، كان هناك مفاضلة ما بين مروان محسن وبين أحمد علي، هل في كلام في هذا الموضوع بالنسبة لمعسكر المنتخب المصري؟ خليني أقول لك تامر، يعني أنا حضرت التدريب الأخير لمنتخبنا الوطني بالأمس في ملعب الكلية الحربية، واضح أن كان في تعليمات خاصة لأحمد علي، يعني أنا شفت مستر خفير أجيري بالأمس انفرد بأحمد علي أكتر من مرة وكان في تدريبات خاصة لأحمد علي، لكن أحمد علي سيكون بديل في لقاء اليوم. يعني أنا يمكن قابلت أحمد علي من شوية، لكن واضح أن أحمد علي روحه المعنوية مرتفعة وجاهز للمشاركة تماما، وإن شاء الله تكون بداية تألقه في مباراة جنوب أفريقيا في حالة مشاركته. الزميل العزيز أحمد المسيري بشكرك شكرا جزيلا. الزميل محمد غانم من مقر إقامة منتخب البافانا بافانا ومنتخب جنوب أفريقيا، ماذا لديك من جديد، وخاصة أن هذا طبعا المعسكر هيكون قدامه مواجهة قوية أمام صاحب الأرض المنتخب المصري؟ تحياتي ليك زميلي العزيز الكابتن تامر صار، وتحياتي لكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان من هنا من مقر إقامة منتخب الجنوب أفريقي والذي يستعد لملاقات منتخبنا الوطني المصري في ثاني مواجهات دور 16 من البطولة الإفريقية المقامة على أرضنا الحبيبة. خليني أقول لك كابتن تامر، ستيوارت باكستر المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي كان ليه تصريحات قبل اللقاء اليوم، أكد على ثقته الكاملة في لاعبيه، وأيضا أكد على أن الفريق لا يحتاج إلى دوافع جديدة لملاقات
المنتخب المصري، وأكد أيضا أن باستطاعة الفريق الجنوب أفريقي أن يسبب المشاكل والمتاعب والظهور بشكل جيد أمام المنتخب المصري، وأيضا أكد على سعادة الفريق الجنوب أفريقي باللعب وسط الحشد المتوقع أن يملأ استاد وجنبات استاد القاهرة أمام الفريق المصري. المعلومة الأهم والأبرز يا كابتن تامر هي كان في الساعات القليلة الماضية كانت بعض المواقع والصحف قد تناولت ذهاب الفريق الجنوب أفريقي مبكرا إلى ملعب المباراة. حضرتك عارف طبعا أن الاتحاد الأفريقي بيسمح أن يكون في أوفيشال تريننج أو تدريب رئيسي للفريق اللي هيكون بيقابل الفريق المصري على استاد القاهرة، وهذا لم يحدث ولم يتدرب الفريق الجنوب أفريقي على ملعب استاد القاهرة. وأيضا بيكون في فيجوال فيزيت أو زيارة لمعاينة جنبات الملعب وكل ما يشمله استاد القاهرة من خدمات للاعبي الفريق الجنوب الأفريقي، وأيضا هذا ما لم يحدث. وكانت بعض الشائعات قد أكدت أن المنتخب الجنوب الأفريقي سيتوجه مبكرا إلى ملعب المباراة لمعاينة جنبات وملعب استاد القاهرة. أنا متواجد حاليا هنا في مقر إقامة المنتخب الجنوب أفريقي، وتحدثت مع مسؤولي طبعا الفريق الجنوب أفريقي وأكدوا لي أن الفريق سينطلق إلى استاد القاهرة في الموعد المحدد الطبيعي وهو الساعة 7 مساء. يمكن دي كانت أبرز أهم المعلومات. وأيضا يعني ما يميز فريق الجنوب أفريقي وجود بعض اللاعبين الجيدين مثل اللاعب زونجو رقم 8 وأيضا اللاعب بيرسي تاو اللاعب رقم 19. وحضرتك طبعا عارف أن المنتخب الجنوب أفريقيا كان في مجموعة صعبة كانت تضم كل من كوت ديفوار وناميبيا والفريق المغربي، وتأهل كأفضل الثوالث برصيد 3 نقاط عقب هزيمته أمام كل من كوت ديفوار والمغرب، واستطاع تحقيق فوز وحيد على المنتخب الناميبي. يمكن دي كانت أبرز المعلومات هنا من مقر إقامة فريق جنوب أفريقيا استعدادا لملاقات منتخبنا الوطني المصري في مواجهة دور الـ16. من هنا العودة ليك الآن يا كابتن تامر، تلك الكلمة تفضل. زميلي محمد، هذا كان هناك تعقيب على فوز المنتخب البنيني على منتخب أسود الأطلس بالأمس بركلات الترجيح، هل هم عايزين يوصلوا لركلات الترجيح؟ هل هم عندهم أمل في الفوز على المنتخب المصري بعد فوز المنتخب البنيني بالأمس على منتخب المغرب؟ حقيقة يا كابتن تامر لم تتح لي الفرصة في الحديث في هذا الشأن. طبعا كانت مفاجأة قوية بالأمس تأهل أحد أفضل أو مفاجآت هذه البطولة، الفريق البنيني الذي استطاع التأهل طبعا إلى مواجهة دور الثمانية لملاقات منتخب السنغال. الفريق حقق مفاجأة بأن هو يتأهل بتحقيقه 4 تعادلات، لم يحقق أي فوز حتى الآن. أكيد ده يكون دافع قوي للفريق الجنوب أفريقي. الأوضاع هنا هادئة بعض الشيء يا كابتن تامر. الفريق الجنوب أفريقي توجه إلى وجبة الإفطار في تمام الساعة 9، ثم لم يعني يتاح لنا الفرصة ان احنا نغري اي لقاءات او احاديث مع الفريق، قافلين على نفسهم نقدر نقول بمعنى اصح، وتوجهوا الى غرفهم، وحتى الان يعني ملتزمين للبقاء في غرفهم يا كابتن تامر. بس اكيد ده هيكون دافع قوي. وكان في ايضا تصريحات بالامس من ستيوارت باكستر ان تأهلهم من هذه المجموعة كثالث هيكون دافع قوي للفريق. يعني ممتاز الزميل العزيز محمد غانم من مقر اقامة منتخب جنوب افريقيا، بشكرك شكرا جزيلا. ننتقل مع الزميل العزيز محمد طه من أمام استاد القاهرة قبيل انطلاق مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مباراة تهم جميع المصريين. ماذا لديك من جديد زميلي محمد؟ برحب بيك طبعا زميلي تامر صار، برحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. بالتاكيد هنا استاد القاهره بيستعد بشكل جميل جدا وبشكل منظم كما بدا من اول يوم لاستقبال هذه المواجهه. بالتاكيد يمكن خلينا نتكلم عن حاجات كتيره هنا في استاد القاهره، يمكن البوابات كتيره هنا اتغير فيها حاجات كتيره، وده للافضل طبعا لان كل حاجه بتبان سلبياتها في المباريات السابقه بيتم حلها سريعا في المباريات التاليه. يمكن استاد القاهره بوابه الاولى بوابه المقصوره الرئيسيه وبوابه الدرجه الثانيه وبوابه الدرجه الثالثه تم زياده عدد المداخل اللي بتخش فيها الجماهير للتفتيش. يمكن كان الاول في حوالي اكتر من 10 مداخل، تم زيادتهم لاكتر من 15 و16 مدخل وممر بيتم من خلاله التسهيل على الجماهير في دخول المباراه والتفتيش. ايضا تواجد القوات الامن وانتشرت من الصباح الباكر لتامين هذا اللقاء، وتواجد ايضا مندوبي الشركه التذكرتي ومندوبي المتطوعين اللي هم بيتابعوا كل كبيره وصغيره بيقوموا باعمال التفتيش والتطوع هنا داخل استاد القاهره. يمكن بدات الواحدة صباحا. طب لحد ما يجهز زميلي العزيز محمد طه، طبعا الشكر موصول زميلي العزيز احمد المسيري من مقر اقامه المنتخب المصري، والزميل محمد غانم من مقر اقامه جنوب افريقيا، وايضا زميلي العزيز محمد طه من امام استاد القاهره. الاخبار الخاصه بهذه المباراه، مباراه مصر وجنوب افريقيا، الخبر الاول خاص بالحكم هذه المباراه، حكم مصر وجنوب افريقيا، هو حكم من الجابون،
وهذا الحكم إيريك توجو، وهو حكم دولي ودار عديد من المباريات الإفريقية والمباريات الأوروبية. هيساعده كل من عيسى يايا، ده مساعد أول من تشاد، والمدغشقر ليونيل أندريانا ده مساعد ثاني، أما الكاميروني إليون يانت ده حكما رابعا. وستقام المباراة بمشيئة الله في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة من استاد القاهرة. كل التوفيق للمنتخب المصري إن شاء الله في هذه المباراة. الخبر الآخر خاص بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. أجيري بيحدد 5 أسماء للمنتخب المصري، ستقوم هذه الأسماء طبعا بتنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء إذا وصلت المباراة إلى أنفاسها الأخيرة. وحدد كل من محمود علاء ثم أحمد حجازي ثم أحمد صلاح وعبد الله السعيد وأيمن أشرف، لكنه لم يحدد إذا تعادل كلا الفريقين كلا من مصر وجنوب أفريقيا من سيكون بركلات الإضافية بالنسبة لركلات الترجيح بالنسبة للمنتخب المصري والمنتخب الجنوب أفريقي. الخبر الآخر خاص بمحمد صلاح. محمد صلاح كان في الأونة الأخيرة عنده نزلة برد ولم يتدرب مع المنتخب المصري بالأمس يوم الجمعة، كانت طبعا آخر تدريبات بالنسبة للمنتخب المصري، لكن صلاح معافى تماما ويعود المشاركة في طبعا مباراة اليوم بمشيئة الله أمام منتخب الجنوب أفريقي في تمام الساعة 9، وكل التوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري. وكما ذكر الزميل العزيز أحمد المسيري من مقر إقامة المنتخب المصري أن محمود الونش جاهز، وده على كلام طبعا طبيب محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، قال أن محمود جنش أو محمود حمدي الونش عفوا جاهز تماما، كان أصيب في أول أمس في التدريبات وكان ممكن يغادر المعسكر، لكنه أصبح الحمد لله جاهزا وأصبح على استعداد في المباراة المقبلة بالنسبة للمنتخب المصري إن شاء الله عندما يتخطى جنوب أفريقيا في دور 16، وكان أصيب طبعا في التواء في كاحل قدمه. أجيري بيحذر لاعبي المنتخب المصري من تسديدات جنوب أفريقيا أو البافانا بافانا، وكان هناك تعليمات خاصة لمحمد النني وطارق حامد هناك طبعا في المعسكر البافانا بافانا. معروف أن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات التي تعد أيضا مفاجأة في وصولها لدور 16، كما ذكر طبعا في أحسن تواليت أو أحسن 4 تواليت في هذه البطولة، وحذر كل من محمد النني وحذر طارق حامد من طبعا تسديدات منتخب جنوب أفريقيا. هنروح للزميل العزيز أحمد حازم من مقر إقامة منتخب الكاميرون، وأيضا الزميل محمد طبعا أو صلاح العقدة من مقر إقامة نيجيريا، والزميل العزيز خالد رزق من استاد الإسكندرية قبيل انطلاق هذه المباراة، مباراة مهمة نيجيريا والكاميرون. هبدأ مع الزميل العزيز أحمد حازم من مقر إقامة المنتخب الكاميروني، الأسود التي لا تقهر في مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا. تفضل زميل أحمد. تحياتي ليك كابتن تامر، وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان هنا من مقر إقامة منتخب الكاميرون. خليني في البداية أنقل لحضراتكم الصورة الأكثر من رائعة اللي شفناها منذ حوالي ساعة. يمكن كان في بعض من جماهير منتخب الكاميرون جاءت هنا لشد من أزر اللاعبين، ولكن شفنا لافتة ولا أروع من جانب لاعبي منتخب الكاميرون وهما يذهبون إلى تلك الجماهير ويردون التحية، بل أيضا كان هناك بعض من يعني المداعبة من جانب لاعبي منتخب الكاميرون لبعض الأطفال الموجودين هنا من أجل شد أزر اللاعبين. لو هنتكلم النهاردة عن برنامج منتخب الكاميرون، فاللاعبين تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة 9، بعد ذلك كان هناك تيم توك ومحاضرة فنية من جانب سيدورف، يمكن كان بيتحدث معهم على أهمية إنهاء الهجمة، وذلك بسبب الغياب أو الصيام التهديفي اللي كان بيعاني منه منتخب الكاميرون في آخر 180 دقيقة، وفي مرحلة المجموعات أحرزوا هدفين فقط. فكان بيتحدث مع اللاعبين أن لابد من استغلال أنصاف الفرص، لأن تلك المباراة بالتأكيد هي المراحل الإقصائية والتي لا تقبل القسم على 2. وبعد ذلك توجه اللاعبين لتناول وجبة الغداء، ثم توجهوا لغرفهم من أجل الاستعداد للمباراة. أيضا شفنا بعض من الإداريين بمنتخب الكاميرون بيتوجهوا إلى ملعب المباراة، وبعد ذلك يعني يمكن في خلال دقائق من الآن هتغادر بعثة منتخب الكاميرون إلى أرض ملعب المباراة. يمكن دي كانت أبرز الأجواء والكواليس هنا. كابتن تامر عودة ليك مرة أخرى، تفضل. زميلي أحمد، هل هناك ارتياح في المعسكر الكاميروني خاصة الكفة بترجح الكاميرون على نيجيريا؟ تقابلها 5 مرات من قبل، فوز 3 مباريات للمنتخب الكاميروني وفوز وحيد لمنتخب نيجيريا وتعادل في مباراة واحدة.
يمكن يعني كان ليا حديث مع رئيس البعثة، كان بيتكلم بثقة كبيرة جدا ان منتخب الكاميرون هيقدر ان هو يتخطى عقبة اليوم، وايضا كان بيؤكد ان تم دراسة كل كبيرة وصغيرة في منتخب نيجيريا. ويعني يمكن برضو في البداية كان بيقول لي يعني احنا حاملين اللقب واحنا ابطال النسخة السابقة، فده بيدي دفعة معنوية كبيرة جدا. وايضا بيقول لي يعني احنا عندنا اونانا، يعني يعتبر هو دلوقتي واحد من افضل ثلاث حراس مرمى في افريقيا والعالم كمان، وشفنا تألق ملفت من اونانا في الشامبيونز ليج، فيعني في معنويات مرتفعة جدا، حتى كمان اللاعبين في حالة يعني روح معنوية عالية. وايضا شفنا اجواء هنا بعض المداعبات بين اللعيبة والجمهور، وده بيعكس مدى الثقة لدى لاعبي منتخب الكاميرون. كابتن تامر الزميل العزيز أحمد حازم بشكرك شكرا جزيلا. ننتقل مع الزميل العزيز صلاح العقدة من مقر إقامة منتخب النصور الخضرة ومنتخب نيجيريا، ماذا لديك من جديد؟ تحياتي ليك زميل عزيز تامر صقر من هنا من مقر إقامة منتخب نيجيريا. بالتأكيد الجديد يعني قدامنا 10 دقايق بالظبط نتحرك من هنا إلى ملعب المباراة، ملعب استاد الإسكندرية. لكن خليني أقول لك كواليس اليوم، يمكن كان في محاضرة مهمة جدا لروهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا اللي اتكلم عن نقطتين مهمين جدا، قال يعني هدفين في 3 مباريات نتيجة سيئة جدا لمنتخب نيجيريا، وهدفين أيضا في مرمانا، يعني اتكلم عن إضاعة الفرص وإهدار الفرص السهلة، اتكلم عن المباراة ديت، قال المباراة صعبة جدا، مباراة نهائي أفريقيا تعتبر بالنسبة لنا نهاية أفريقيا، لازم من الفوز، لابد من الفوز في هذا اللقاء. اتكلم عن ضربات الجزاء وحدد بالفعل من يسدد 5 ضربات الجزاء الأولى، اتكلم مع المهاجمين عن إهدار الفرص، اتكلم عن مدافعين أيضا عن الفرص السهلة في خلال 18. خليني أقول لك كان في حالة من الاسترخاء قبل المحاضرة، المدير الفني إدى حرية لكل اللاعبين للتحرك داخل المنفردين داخل الأوتيل. خليني أقول لك الخطة المباراة لما شفناها عقب المحاضرة كانت خطة هجومية، يمكن معاد عامل خطتين بديلتين، عامل خطة بديلة وخطة أساسية. الخطة الأولانية كانت خطة هجومية بشكل شرس جدا لمنتخب نيجيريا على منتخب الكاميرون، والخطة البديلة كانت خطة دفاعية، كاتب كده حتى في حالة إحراز هدف هيبدل الخطة بخطة دفاعية من نص الملعب. الورقتين كانوا مختلفين تماما في حالة التعادل، في حالة السعي إلى الفوز، وفي حالة الفوز أو إحراز هدف هيكون عامل بلوك كده من بعد 18 لمنتخب الكاميرون، عامل دفاع متقدم من 18 بتاع منتخب الكاميرون. دي الكواليس لحد دلوقتي. لكن خليني أقول لك مجهود بعثة إعلامية كبيرة جدا هنا، اهتمام غير عادي جدا بهذا اللقاء. اتكلمت معاه عن مباراة قادمة، قلت يعني من المحتمل انك تقابل منتخب مصر في مباراة قادمة. قال يعني انت عندك ثقة ان منتخب مصر هيوصل؟ انا لا انظر الى المستقبل ولكن انظر الى اليوم، واليوم هو اللي يؤهلنا للمستقبل ان شاء الله. دي كواليسنا من هنا من معسكر نيجيريا. عاود ليك مرة اخرى زميلي عزيز سمير صقر. زميلي صلاح، ما شفتش اي ملامح عن التشكيل، ما اي ملامح اسماء شفتها، خاصة بعض الصحف النيجيرية بتقول ان هذه المباراة هي المباراة الأخيرة لو خسر المنتخب النيجيري أمام المنتخب الكاميروني، المباراة الأخيرة لروهر المدير الفني للمنتخب النيجيري. هو الورقتين اللي هو عاملهم بدون ارقام وبدون اسماء، لكن عاملها اسهم كلها هجوم على قدام، لان انت عارف عامل حرص شويه، لان كل الاعلاميين بيتحركوا معاهم هنا في الاوتيل، فعامل حرص شويه في الاسماء والارقام ما حددش. لكن حتى ترتيب ضربات الجزاء عامل يعني زي ايه، الحرف الاول والاخير من كل لاعب، مش كاتب اسم اللاعب بالكامل او اسم منفرد للاعب، اي بي مثلا ده الضربه الاولى بالحروف الابجديه لكل لاعب. لكن خليني اقول لك يعني المدير الفني بالتأكيد يعني كان عنده حالة من التركيز الشديد، يمكن اجتمع بالجهاز الفني والإداري قبل المحاضرة لمدة 20 دقيقة عن خطة المباراة، ازاي هيبدأ المباراة وازاي هيبقى سيناريو المباراة. خلال المباراة النهاردة كانت المباراة صعبة، هو شايف المباراة صعبة جدا، لكن هو عملها أكتر من سيناريو النهاردة إن شاء الله. شكرا للزميل العزيز صلاح العودة. ننتقل مع الزميل العزيز خالد رزق من أمام استاد اسكندرية لتحتضن هذه القمة، قمة قبل الأوان أو نهائي قبل الأوان، نيجيريا الكاميرون. تحياتي ليك زميل عزيز تامر صقر، وتحياتي لمشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. زي ما ذكرت كابتن تامر ان بالفعل هي قمة ويعتبر نهائي مبكر في هذه البطولة بين نيجيريا والكاميرون، اكيد منافسة كبيرة جدا. ولكن عن منتخب نيجيريا اللي يمكن هناك في بعض الصعوبات اللي واجهوها في دوري المجموعات، وبالتحديد مستر رور يمكن كان عنده بعض التعليقات وعدم رضاء عن لاعبي منتخب نيجيريا، خاصة في المباراة الأخيرة
اللي جمعتهم بمنتخب مدغشقر وهزموا فيها بهدفين مقابل لا شيء، وكان عنف اللاعبين بعد هذه المباراة. ولكن كان الأبرز في كلامه إن المدافع ليون بالجون، وهو مدافع منتخب نيجيريا اللي كان يمكن عنده خطأ دفاعي في المباراة الماضية وكان تسبب في هدف على منتخب نيجيريا، فيمكن كان في بعض التعليمات الهامة على احتواء كل هذه الكرات وعلى عدم الأخطاء وتعديل طريقة اللعب منتخب نيجيريا. ومن المتوقع أن يكون النهاردة في تغييرات في تشكيل منتخب نيجيريا، خاصة بغياب قائدهم الهام جدا ميكيل، ويمكن هو اللي أصيب في المباراة السابقة وكان إصابة في الركبة وبالتأكيد هيغيب عن هذه المباراة. ولكن خلال كابتن تامر أن أكيد الأجواء مهمة جدا في هذه المباراة، هنتابع مباراة جيدة يمكن عن الطقس في استاد اسكندرية، الطقس يمكن فيه حرارة عالية شوية في التوقيت الحالي، ولكن من المتوقع على الساعة 6 مساء هيكون الحرارة انخفضت وهنشوف مباراة قوية بالتأكيد. أما منتخب الكاميرون اللي يمكن بيسعى للفوز في هذه المباراة، خاصة يمكن منتخب الكاميرون اعلى نسبيا في المباريات السابقه اللي كانت بين الفريقين وكان ليه نتائج افضل من منتخب نيجيريا، وكل منتخب كاميرون عندهم ثقه، هدوء في النفس، تركيز كبير جدا في المباراه، فمن الواضح هنشوف النهارده مباراه كبيره جدا. كابتن تامر لو لديك اي سؤال اتفضل. كنت هسالك عن ملامح التشكيل، هل بلد ملامح التشكيل؟ بالجون واضح ان هو مش هيبدا هذه المباراه كما ذكرت انه كان عنده اخطاء دفاعيه بالجمله. السؤال الثاني خاص بالتوافد الجماهير في هذا النهائي، نهائي قبل الاوان بين نيجيريا وحامل لقب الكاميرون. يعني يمكن كابتن تامر حتى الان لسه ما فيش تواجد للجمهور، ولكن في الوقت اللي انا بكلم فيه حضرتك على الهواء مباشر في بعض اصوات المزيكا الخاصه بجمهور الكاميرون او المزيكا الافريقيه عامه اتعودنا عليها في الملاعب المصريه في الفتره السابقه، بدات ملامح الاصوات تظهر في استاد اسكندريه، فمن المتوقع ان يكون في دخول في هذا التوقيت لبعض جمهور او احد جمهور المنتخبين اللي هيأزروا اكيد الفريق. وعلى جانب اخر اكيد هيكون في توافد للجمهور المصري اللي دايما عودنا يكون موجود في المباريات لدعم المنتخبات المشاركه في هذه البطوله بالتاكيد، وهنشوف اكيد اقبال الجمهور، ولكن هيكون قبل الدخول او قبل بدايه المباراه بساعه او ساعتين تقريبا يعني. نعم. الزملاء الاعزاء كل من احمد حازم امام مفد اقامه الكاميرون، وايضا الزميل العزيز صلاح العوده من مقر اقامه منتخب نيجيريا، وايضا زميلي العزيز خالد رزق من امام استاد اسكندريه، بشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل والأخبار الخاصة بكان 2019، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونستكمل سوين الأخبار الخاصة بكان 2019. الخبر الآخر الخاص بمدرب حراس منتخب جنوب أفريقيا أو البافانا بافانا، قال إن صلاح أسطورة في بلده ولكن نعلم كيف نتعامل معه. ده أندريا أنريندسي، ده مدرب حراس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، قال إن منتخب مصر منتخب قوي لكن صلاح واحد من أبرز النجوم وأسطورة في مصر، لكن الجميع يعلم تماما أن نأتي هنا للفوز بكأس الأمم الإفريقية وأيضا حتى نصعد لدور الثمانية على حساب المنتخب المصري، وقال إن منتخب جنوب أفريقيا جاهز تماما للمنتخب المصري في مواجهة دور 16. الإيقاف زواني، يبعد زواني طبعا عن منتخب جنوب أفريقيا أمام المنتخب المصري. زواني واحد من أبرز النجوم المتواجدين في خط المنتصف بالنسبة للمنتخب البافانا بافانا، مش هيكون متواجد بسبب حصوله على إنذارين في الأدوار التمهيدية طبعا لكأس الأمم الأفريقية، وحصل على إنذار الثاني في مباراة ناميبيا الأخيرة بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا على ناميبيا والتصاعد بها إلى دور 16. المدير الفني النيجيري او الالماني للمنتخب النيجيري روهر قال ان الكاميرون من افضل فرق هذه البطوله، وهزيمه مدغشقر هزيمه عابره لهذا المنتخب. روهر اشاد بالمنتخب الكاميروني حامل طبعا اللقب بالنسبه ل كاس الامم الافريقيه في 2017 في انغولا في عام 2017 عفوا في الجابون، وقال ان هزيمه المنتخب النيجيري امام منتخب مدغشقر في اخر مباراه والتي فاز فيها مدغشقر بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب النيجيري كانت هزيمة عابرة، وصعد بها مدغشقر طبعا كأول هذه المجموعة، المجموعة الثانية احتل بها الصدارة بسبع نقاط، وأصبح المنتخب النيجيري في المركز الثاني برصيد ست نقاط خلفا لمنتخب مدغشقر، وأن سنكون جاهزين أمام منتخب الكاميرون في واحدة من المباريات القوية لدور 16 لكأس الأمم الأفريقية. أما من الناحية الأخرى، سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني قال أتمنى أن نخرج أفضل ما لدينا أو نخرج أفضل ما لدينا أمام منتخب نيجيريا. كلان سيدورف
المدير الفني للمنتخب الكاميروني في مؤتمر صحفي خاص، قال طبعا ان مواجهه نيجيريا في دور ثمن النهائي في كاس افريقيا يوم السبت، قال نتحدث كثيرا عن الضغط من اجل الفوز، هذا ليس جيدا وانما فطري بالنسبه لنا. الكل يعلم قوه المنافسه بين الفريقين، ونيجيريا قد تجد في مشاكلها دافعا في المواجهه. طبعا وذكر ان هزيمه المنتخب النيجيري امام مدغشقر هي واحده من مفاجات البطوله، وايضا ان هذا لا يقلل من قيمه المنتخب النيجيري امام المنتخب الكاميروني. لاعب غينيا ابراهيم التراوري طبعا بعد فوز المنتخب البنيني على المنتخب المغربي اعطى طبعا ثقه لكل المنتخبات الاخرى في الفوز على المنتخبات صاحبه التصنيف الاول او المرشحه بقوه في كان 2019، وقال ان غينيا قادره على الفوز على منتخب محاربه الصحراء، ومنتخب بنين وضع مثالا في هذا الموضوع، وقال ان غياب نابي كايتا عن منتخب غينيا سيؤثر بالتاكيد طبعا على هذا المنتخب، لكن سيكون في افضل حالاته امام منتخب محاربه الصحراء غدا بمشيئه الله. بول باتي المدير الفني لمنتخب غينيا طبعا اشار الى هذه النقطه، ونقطه مهمه طبعا يفوز منتخب بنين على منتخب المغرب بركلات ترجيح من نقطه الجزاء بعد انتهاء الوقت الاصلي، تعادل ايجابي بهدف لكل منهما. قال ان منتخب بنين من المنتخبات اللي حققت مفاجاه بتعادلها في اولى المباريات مع المنتخب الغاني، تعادل ايجابي بهدفين لكل منهما، والان يفوز على المنتخب المغربي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ووضع أمل طبعا في كل المنتخبات الأخرى وخاصة منتخب غينيا وعنده مباراة قوية ومهمة للمنتخب الغيني أمام منتخب محارب الصحراء منتخب الخضر منتخب الجزائر. جمال بالماضي طبعا رد بهذه التصريحات وقال خروج المغرب هزني والمفاجأة جرس إنذار للجميع. جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عنده مباراة مهمة أمام منتخب غينيا، وقال إن كرة القدم في الآونة الأخيرة لا تعترف بالمستحيل، وأن ليس هناك كبار وصغار في الكرة الأفريقية، الكل سواسية على أرض الميدان، 11 لاعب ضد 11 لاعب، وبيأمل إنه يفوز على منتخب غينيا في القادم الأيام. وأشار إلى نقطة طبعا السنغال مع أوغندا وفوز السنغال بهدف مقابل لا شيء على منتخب أوغندا، واحدة طبعا من المنتخبات التي لم تكن مرشحة للوصول إلى هذا الدور. لاعب الجزائر يوسف عطال ده الظهير الايمن لمنتخب الجزائر قال ان مباراه غينيا مباراه صعبه جدا في المؤتمر الصحفي، وقال غينيا ليس منتخب صغيرا ويملك لاعبين مميزين ولديه قدرات كبيره للفوز والتاهل للدور القادم، وكله طبعا بيشير الى مباراه اخرى، انها واضح انها كانت مفاجاه فوز المنتخب البنيني على منتخب اسود الاطلس في ركلات الترجيح، واكد ان منتخب الجزائر قادر على تخطي عقبه غينيا بشرط التعامل بحذر مع اللقاء. طبعا أصداء مباراة المغرب وبنين ألقت بظلالها على الجامعة المغربية كما يقال أو الاتحاد المغربي لكرة القدم، وانعقدوا في القاهرة انعقاد تام، وهناك أقاويل أن هيرفي رينارد لن يكون متواجدا في المنتخب المغربي أو على رأس القيادة الفنية بالنسبة للمنتخب المغربي. هناك طبعا رئيس الاتحاد هو فوزي لكجع وهو عضو ايضا في الاتحاد الافريقي لكره القدم، وانه غير راضي عن اداء المنتخب المغربي وخروجه بهذه الصوره امام منتخب بنين. واضح ان الهزيمه هزت الكره المغربيه في الفتره الاخيره، وخروج طلوع الاخر من كؤوس افريقيا تضع حدا للجامعه المغربيه او الاتحاد المغربي حتى يتصرف في هذا الموضوع مع هيرفي رينارد. منتخب تونس طبعا هيلعب مباراة هامة أمام منتخب غانا، هيلعب في ملعب الإسماعيلية، بيتفقد ملعب الإسماعيلية وأجرى معينة لملعب الإسماعيلية. اصطحب اللاعبين طبعا ألين جريس المدير الفني للمنتخب التونسي، وهناك مباراة أيضا قوية لا تقل أهمية عن مباراة اليوم، منتخب تونس مع منتخب غانا وبلاك ستارز. منتخب تونس لم يقدم الأداء المرضي طوال دور المجموعات، وأيضا منتخب غانا نفس الموضوع، واحد من المنتخبات المرشحة أو اثنين من المنتخبات المرشحين في الفوز بلقب كان 2019. ان شاء الله المباراه ستكون يوم الاثنين القادم في تمام الساعه 9 في ملعب الاسماعيليه بمشيئه الله. فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي بيقول ان خروج المغرب مفاجاه وسنثبت انفسنا امام غانا. فرجاني ساسي لم يشارك في المباراه الاولى اساسيا لكنه كان بديل في المباراه الاولى، نزل في اخر نصف ساعه، ثم المباراه الثانيه كان لم يكن متواجد في المباراة السرية للمنتخب التونسي، والمباراة الأخيرة أيضا لم يكن متواجد للمباراة الأخيرة في المنتخب التونسي، وكان
هناك بعض الاقاويل على انجريس، لماذا لم يشارك فرجاني ساسي رغم غياب غيلان الشعلالي في المباراه الاخيره امام موريتانيا؟ لكنه لم يدفع بفرجاني ساسي ودفع بكريم العواضي، والصحافه التونسيه يعني كانت بتلوم على انجريس ولم تقتنع باداء المنتخب التونسي او منتخب نسور قرطاج في الثلاث مباريات. وبيقول فرجاني ساسي ان هو هيقدموا وجه مغاير تماما على اللي شافوه في المباراه الاولى او دور المجموعات بالنسبه للمنتخب المصري، وقال عفوا المنتخب التونسي، وقال ان المنتخب المغربي خرج من البطوله كان بيحمل 9 نقاط او العلامه الكامله في هذه المجموعه، وكانت مجموعه قويه كما يلقب عليها مجموعه الموت، كانت بتضم المغرب وجنوب افريقيا وكوت ديفوار، واستطاع ان يسكن في المركز الاول لكنه خرج امام منتخب بنين بركلات الترجيح من نقطه الجزاء. وطبعا دي كانت اخر اخبارنا بالنسبه للكان 2019. هناك ايضا مباراتان مهمتان طبعا في هذا الموضوع، مباراه المنتخب المصري امام منتخب البافانا بافانا، ودي تهم جميع المصريين ان شاء الله، وكما ذكر الزميل العزيز احمد المسيري ان هناك ممكن تكون تشكيله ثابته للمنتخب المصري امام المنتخب البافانا بافانا، كما ذكر محمد الشناوي في حراسه المرمى، واحمد المحمدي كظهير ايمن، وايمن اشرف كظهير ايسر، وكل من احمد حجازي ومحمود علاء كقلبي دفاع، طارق حامد وانيني كلاعبي ارتكاز، وثلاثي تحت راس الحربه محمد صلاح بعد عودته من التعافي طبعا من نزله البرد، وتريزيجيه وايضا عبد الله السعيد. وهناك ستكون مفاضله، هل يكون مروان محسن هو اللي هيبدا بهذا اللقاء ام احمد علي؟ وهناك اقاويل ان احمد علي سيشارك في هذا اللقاء، وكما ذكر الزميل احمد المسيري ان هناك جلسه خاصه ما بين اجيري المدير الفني للمنتخب المصري واحمد علي، جلسه استمرت لاكثر من ثلث ساعه، يكون طبعا خلالها هل هيكون بديل وهينزل في المباراه، وهل هيكون من بدايه المباراه احمد علي ام مروان محسن، وهل هتمتد المباراه الى ركلات ترجيح او الوقت الاضافي؟ طبعا نتمنى ان تصل الامور لهذا الحد بالنسبه للمنتخب المصري، خاصه وان بعض الاقاويل قالت ان المنتخب المصري كان بيعاني بشده في الشوط الثاني وخاصه بدنيا في الشوط الثاني، لكن ده ما نفاه اجيري تماما. وحتى في المؤتمر الصحفي كان متواجد ايضا احمد المحمدي ككابتن الفريق، وقال اجيري ان هنحاول في المباريات المقبله يكون اللياقه البدنيه بالنسبه للمنتخب المصري على اتم ما يرام. إذن المشاهدين الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل الحديث عن مباراة أخرى، مباراة أولى في كأس أمم إفريقيا، المباراة في اليوم الثاني لدور 16، مباراة نيجيريا كاميرون، نهائي قبل الأوان، ابقوا معنا.